أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: من يصف المسلمين بالمتخلفين أو الرجعيين أو الإرهابيين أو المتطرفين، فما حكم هذه الأوصاف وما حكم الواصف المسلمين بها؟ هذا كلام الملاحظة القدر، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب وصولا وأسجب أجلا وأجلا عند اللقاء. قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يقول هذه المقالة في المسلمين هذه ردة عن دين الإسلام، هذه ردة عن دين الإسلام. أما لو قال المسلمون مقصرون في تعلم صناعات، تعلم وإعداد العدة، عندهم تقصير، هذا صحيح. أما أنه يقول أنهم متخلفون بسبب الإسلام، إذا كان يرى أن الإسلام هو الذي خلفهم وأنهم متأخرون بسبب الإسلام، الإسلام حرام، إذا كان هذا قصده لا يبدع عن دين الإسلام. أما إذا كان قصده أنهم مقصرون فيما يجب عليهم من التعلم وإعداد العدة، هذا صحيح، المسلمون مقصرون،